مرحلة جديدة في قافلة تيبو 2014 والمحطة مدينة فاس، والهدف تقاسم عشق كرة السلة مع الناشئين بالعاصمة العلمية. المتابعة لمهدي صواب بكاميرا هشام بهلوان. فاس مدينة العراقة والتاريخ في كرة السلة، حفزت شباب تيبو على اختيارها كمحطة ثانية لتقريب مواهب المدينة، من خصوصية اللعبة في شقها الثلاثي. محطة شكلت فرصة لإشراك أطفال نادي النجم الرياضي الفاسي في هذا النشاط الذي يؤطره بعض نجوم الدوري الأمريكي. اللي كانت توفروا تقريبا على واحد 250 ديال الأطفال الصغار اللي كيتدربوا في ثلاثة ديال القاعات. إذا الأهداف ديالنا واحدة، وهو هي القاعدة خصها تكبر ديال هاد الدراري الصغار، وحيت بدينا تنفقدوا صراحة بدينا تنفقدوا اللعابة في كرة السلة. هذه المحطة نجحت في استقطاب 70 ممارسا وممارسة، من ضمنهم 10 أطفال ينتمون لجمعية دار الأطفال الوفاء. عرفت شي حاجات ما كنتش عارفهم في الباسكت، وليت كندير شي حركات وتعلمت واحد الحركة اللي ما كنتش كنعرفها، اللي هي ندير بكرة وندورها على الجسم ديالي كله. استفدت الشوت كيفاش كنشوتو، الدريبل سميتو، كيفاش تلعب 3 كونت 3 اصلا، حيت النهار ديال 3 كونت 3. القافلة تتواصل يومه الاربعاء بزيارة مدينة ازرو لنشر هذه الرياضة وتوسيع قاعدة المحبين في محيط الاطفال والفتيان.